أعزائي طلبة وطالبات المعهد الفني الصحي بأسوط شعبة الأشعة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من صيانة أجهزة الأشعة. ما زلنا في كيفية صيانة الإكس راي ماشين. النهاردة هنشوف إزاي أعمل صيانة للكوليميتور. الكوليميتور عبارة عن ميتاليك بارير ليه فتحة في المنتصف، دي بتستخدم لتقليل حجم وشكل الإكس راي بيه، وده مهم جدا في تقليل كمية الاكس راي اللي هيمتصها انسجه المريض. عايز اتحكم في الكميه دي، تظهر اهميتها في استخدام الاشعاع العلاج الاشعاعي للاورام، وكذلك في التصوير الطبي. كانه بيشتغل كانه الكوليميتور ده كانه فلتر، بيفلتر الاشعه الساقطه على المريض الخارجه من الاكس راي تيوب قبل ما تروح للمريض، فالكوليميتور ده بيتحكم في حجمها وشكلها. عشان اعمل صيانه محتاج التولز دي: شنطه العده الاساسيه البيزك تول كيت، والاكس راي الاينمنت تمبلت، ده عباره عن قالب او اسطمبه دي بتستخدم في عمليه الالاينمنت المحاذاه ما بين اشعه الاكس راي والضوء الناتج من الكوليميتور. وهستخدم 24 في 30 سم كاسيت، ودي غالبا بتستخدم في كل الاجزاء بتاعه الاكس راي لما اعمل لها صيانه، وقطعة قماش ومنظف عشان عملية التنظيف أثناء الصيانة. آدي الكوليميتور أهو بيبقى موجود مباشرة بعد الإكس راي تيوب والإكس راي ماشين، بيتحكم زي ما قلنا في حجم وكمية الإشعاع الساقطة، الإكس راي بيم ده ساقطة على الهدف بتاعها. خلي بالك انت وبيتغير الكوليميتور لامب، الكوليميتور ده ليه لامب زي اي لمبه، لازم تتاكد ان الكهرباء مطفيه او مفصوله عنها. طيب الجنرال مينتنس بقى للاكس راي كوليميتور: اول حاجه هتشوف كل الكابلات الكهربيه بتاعت الكوليميتور الموصله للكوليميتور، وتتاكد ان مفيش اي اجزاء حاده في الكوليميتور هاوسنج، لان الاجزاء الحاده دي ممكن في حاجه تتحشر حاده ما بين الهاوسنج او البيت بتاع الكوليميتور كيبلز. اثناء حركه الكيبلز دي الشارب ايدج دي الاجزاء الحاده ممكن تقطع السلك، فيبقى السلك او تقطع العازل بتاع السلك الكهربائي، فيبقى ايه ممكن تحصل اي قفله، او تلاقي الكهرباء دي اتوصلت ببعض الاجزاء مثلا زي البوكي وزي التيبل في الاكس راي، فممكن تكهرب المستخدم او تكهرب المريض. هتفحص يا ترى البليدز بتاعت الكوليميتور دي شغالة ولا لا، يا ترى الريش بتاعت الكوليميتور دي شغالة ولا لا. هتفحص يا ترى اللامب تايمر، التايمر بتاع اللمبة بتاعت الكوليميتور شغالة ولا لا. هتتأكد من شدة الضوء الخارج من الكوليميتور. هتفحص نوع الجلوب فيتد، الجلوب كأنه مصباح، يعني جاء من كلمة كلوب كأنه مصباح. هتتأكد ان نفس الجلوب ده راكب وشغال ولا في حاجة تانية جلوب غير الموجود في المانوال بتاع الاكس راي ده هو اللي راكب. طب لو حبيت تغير الجلوب ده بجلوب جديد لازم تتأكد ان في سبير قبل ما تفك، في سبير قطعة غيار للجلوب ده موجودة في المخزن. في بعض الاحتياطات لازم تاخد بالك منها وانت بتغير الجلوب، زي تغيير اي لمبة في الدنيا لازم تتأكد ان الكهرباء مفصولة، لازم تستنى لحد ما الجلوب ده يبرد زي اللمبة بالظبط. لو انت لسه فاصل اللمبة ولمستها تلاقيها ايه سخنة، فتستنى شوية اللمبة تبرد وتغيرها. طيب وانت ماسك الجلوب ده، النيو جلوب اللي انت هتغيره، هتغير القديم وتركب الجديد، ما تمسكهاش بصوابعك على طول، خلي بينك وبينها قطعة قماش، لفها بقطعة قماش. وغالبا نوع الجلوب دي مصنوعة من الكوارتز هالوجين. طيب الكوارتز هالوجين جلوبز دي الشكل بتاعها زي ما قلت لحضراتكم، دي عبارة عن كأنها زي اللمبة بالظبط، موجود فيه غاز الهالوجين في الداخل، والجزء الخارجي ده مصنوع من كوارتز، فلازم احتياطاتك أثناء التغيير تبقى سليمة. خلي بالك زي ما قلنا هتبقى ايه اكستريملي هوت. طب ممكن واحد يسأل طب ليه مصنوعة من الهالوجين لايت، هالوجين جاز؟
اشمعنى الهالوجين يعني؟ ده بيزود أول حاجة، بيزود اللايت، شدة الإضاءة، وكذلك بيزود العمر بتاع اللمبة دي. بدل ما أنت هتغير اللمبة كل شوية، كل أسبوعين ولا كل شهر، لا، تقعد معاك شهور. يبقى دي الاحتياطات أنت تاخد بالك منها وأنت بتغير اللمبة أو الجلوب. طيب، الاختبارات اللي بعملها على الكوليمتر الالاينمنت تيست، هو مش تيست واحد، ده اكتر من تيست. اول حاجه تشوف التقاطع الموجود في الفرونت ترانسبيرنت كفر، ده منطبق مع الشعاع. هتعمله ازاي؟ تجيب على الكوليمتر بليتس، الريش بتاعه الكوليمتر هتقفلها خالص، والكروس هير ده، التقاطع الموجود ده لازم يتطابق مع مركز الإضاءة. مركز الإضاءة اللي خارجة من الكوليميتر لازم ينطبقوا مع بعض مع الترانسبيرنت كفر. فيها هتلاقي علامة تقاطع كده، لازم علامة التقاطع ده يبقى الشعاع اللي خارج ده في النص بالظبط. لو في أي تغيير يعني مترحلة شوية، تبدأ تحرك الكوليميتر وتحرك الكفر، لأن ممكن الكفر ده يكون مترحل، ممكن يكون الشعاع فعلا ماشي دقيق كل حاجة، بس الكفر لعلامة الكروس دي مترحلة. ليه؟ بعض المسامير متركبة أو واقعة من الأربع مسامير اللي هما مركبين الكفر دول، فتتأكد الأربع مسامير موجودين ومتركبين في أماكنهم الصحيح. طيب، الباكي سنتر لايت ده الألاينمنت بتاعه برضو لازم تلاقيه برضه منطبق مع البوكي، وده سبق شرحه في لما خدنا عملية المينتنس في البوكي والالاينمنت تيست. برضه في سكيل تدريج كده موجود على الكوليميتر، وموجود السكيل ده في زي عجلة كده ادجستمنت نوب، تقدر تشوف الفيلد سايز، تتحكم فيه شدة الإضاءة. موجودة الصورة بتاعته اهو تحت اهي، العجلتين دول تتحكم فيهم في شدة الإضاءة بتوع مين؟ بتوع الكوليمتر. يبقى ده الكنترول نوبس. طيب، عايزين نشوف بالسكيل ده وعملية الأدجستمنت دي، هنجيب ال 24 في 30 الفيلم نحطها على التيبل توب، ونخلي البوزيشن بتاع الإكس راي تيوب متر فوق التيبل توب. بعد كده الكوليميتر لايت هشغل، يبقى كده الإضاءة بتاعت الكوليميتر شغلتها. أبدأ بقى أظبط في اللايت فيلد مع الفيلم سايز، مع حجم الفيلم. وبعد كده هخلي أو أشوف النوب بوينتر ده، البوينتر الموجود ده موجود في وضعه الطبيعي على السكيل، اتاكد ان هما الاثنين الايند مع بعض. طيب، في اختبار مهم جدا في الالاينمنت، اللي هو الالاينمنت بتاع الاكس راي مع اللايت بيم، مع الشعاع الضوئي اللي هو خارج بالكوليميتر. هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب التمبلت اللي احنا قلنا عليه فوق ده، موجود من الأجهزة مع التول كيت والحاجات دي كلها، اللي هو الالاينمنت تمبلت، القالب ده بتاع الاكس راي، واحطه على 24 في 30 سنتيمتر كاسيت. وبعد كده هشغل كوليميت اللايت، هيخرج ب 20 في 26 سنتيمتر ريكتانجل، ده مستطيل ابعاده 20 في 26 سنتيمتر. وخلي بالك انت محتاج شعاع باقل شدة يخرج من الاكس راي، فانا مش محتاج الكيلو فولت العالي، اخلي لو كيلو فولت والملي امبير اكسبوجر، انا عايز شعاع بس عشان الخطوره بتاعت الاكس راي، خلي عندي كيلو فولت صغير وملي امبير صغير بحيث يخرج شعاع. وبعد كده هصور يجي الفيلم، وبعد كده تكرر العمليه دي عندي زوايا مختلفه، تروتيت او تدور الكوليميتر 90 درجه في اتجاه عقارب الساعه، وبعد كده 90 درجة عكس عقارب الساعة، وتاخد أكتر من أو تعيد الاختبار في أكتر من زاوية. ده كان موضوع محاضرة النهاردة، وبسيط الحاجات اللي بعملها البسيطة دي الكوليميتر في المينتنس، تحافظ على عمر الكوليميتر وعمر
اللمبة بتاعتي واعمل اختبار اللايمنت تيست. المرة الجاية ان شاء الله هنستكمل مع بعض اجزاء اخرى من الاكس راي ماشين، هنبدأ بالانتي سكاتر.